حول مراسم هذا اليوم طبعا وأهميتها. معنا من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف، اليوم سيكون أمر متاح للبريطانيين اللنديون خصوصا أو الإنجليز لرؤية تشييع رؤية جثمان الملكة للمرة الأخيرة ربما، لكن هناك ازدحام شديد وتعليمات من السلطات البريطانية. لو تطلعنا أكثر على التفاصيل. بالفعل هناك جزئيتان ماجد، أولا أن المسار الذي سيأخذه النعش من قصر باكنغهام إلى هنا إلى قصر وستمينستر، حيث سيوضع في قاعة وستمينستر هول على محفة خاصة ويسمح للزوار برؤيته. هذا المسار حوالي يعني تقريبا كيلومتر أو أكثر أو أقل قليلا. هذا المسار ينتظر يحتجد فيه المئات وربما الآلاف لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على النعش خلال رحلته الأخيرة من قصر باكنغهام إلى قصر وستمينستر. بالطبع يعني من ضمن معالم الحداد التي أعلنت، قرر مطار هيثرو تعديل جدول الإقلاع والهبوط لكي تكون السماء صامتة طوال فترة نقل النعش من قصر باكنغهام إلى هنا، يعني اعتبارا من الساعة 1:51 من بعد ظهر هذا اليوم وحتى 3:30، مما يعني أن كل مواعيد الطائرات ستتغير لكي تبقى السماء صامتة حدادا على وفاة الملكة. عندما يصل النعش إلى هنا سيبدأ على الفور عملية ترتيب الدخول لأولئك المحتشدين على مدى كيلومترات تتجاوز الثمانية كيلومترات، وهو ما هو يزداد باستمرار. يعني كنا سمعنا أنه 4 كيلومترات اليوم، الآن نسمع عن 8 وربما عن 10 كيلومترات طول الطابور حتى الدخول إلى قصر وستمينستر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الملكة إليزابيث. من لندن مراسلنا أشرف سعد، شكرا لك أشرف.